يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه وفي وقعة الطف سنة 61 من الهجرة. في صباح يوم الجمعة شب القتال بين الفريقين لما رفض الحسين أن يستأسر لعبيد الله بن زياد، وكانت الكفتان غير متكافئتين. فرأى أصحاب الحسين أنهم لا طاقة لهم بهذا الجيش، فصار همهم الوحيد الموت بين يدي الحسين بن علي رضي الله عنهما، فأصبحوا يموتون بين يدي الحسين رضي الله عنه الواحد تلو الآخر حتى فنوا جميعا، ولم يبق منهم أحد إلا الحسين بن علي رضي الله عنه وولده علي بن الحسين كان مريضا. وبقي الحسين بعد ذلك نهارا طويلا لا يقدم عليه أحد حتى يرجع، لا يريد أن يبتلى بقتله رضي الله عنه. طبعا معركة غير متكافئة، والحسين رضي الله عنه أبى أن يستأسر يكون أسير لعبيد الله بن زياد. أصحاب الحسين رضي الله عنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج معهم فهموا أن المسألة في الظاهر محسومة بسبب عدم يعني التكافؤ بين الكفتين. فلما رأوا الموت الموت قالوا يعني أن نموت بين يدي الحسين يعني صبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا شرف. فأصبحوا يموتون بين يدي الحسين الواحد تلو الآخر حتى ماتوا جميعا، فنوا قتلوا جميعا، فلم يبق إلا الحسين ومعه ولده علي رضي الله عنه أجمعين. وبقي الحسين بعد ذلك نهارا طويلا لا يقدم عليه أحد حتى يرجع، كلما دنا منه أحد ورجع لا يريد أن يبتلى به. واستمر هذا الأمر حتى جاء شمر ابن ذي الجوشم فصاحب الناس ويحكم ثكلتكم أمهاتكم أحيطوا به واقتلوه، فجاءوا وحصروا الحسين بن علي فصار يجول بينهم بالسيف رضي الله عنه حتى قتل منهم من قتل وكان كالسبع، ولكن الكثرة تغلب الشجاعة. وصاح بهم شمر هذا ويحكم ماذا تنتظرون أقدموا، فتقدموا إلى الحسين فقتلوه رضي الله عنه. والذي باشر قتل الحسين سنان بن أنس النخعي وحز رأسه رضي الله عنه، وقيل شمر قبحهما الله جميعا. طبعا هذه مأساة، مأساة يعني، وأي مأساة، وهكذا الفتن إذا أطلت برأسها لا تفرق. وبعد أن قتل الحسين رضي الله عنه حمل رأسه إلى عبيد الله في الكوفة فجعل يمكت به بقضيب كان معه يدخله في فمه ويقول إن كان لحسن الثغر، يعني هذا من العبث، يعود خشب يدخله في فمه رأس مقطوع بين يديه ويقول إن كان لحسن الثغر. فقام أنس بن مالك وقال والله لأسوءنك لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل موضع قضيبك من فيه.
اللهم استعان. قال إبراهيم النخعي: لو كنت في من قتل الحسين ثم أدخلت الجنة استحييت أن أمر على النبي صلى الله عليه وسلم فينظر في وجهي. هذا سند صحيح لشناعة هذا الفعل وقبحه. من قتل مع الحسين من أهل بيته، قتل من أبناء علي بن أبي طالب الحسين نفسه وجعفر والعباس وأبو بكر ومحمد وعثمان. دولت يعني من قتل من أبناء أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، الحسين وجعفر، الحسين بن علي وجعفر بن علي والعباس بن علي وأبو بكر بن علي ومحمد بن علي وعثمان بن علي. ومن أبناء الحسين عبد الله وعلي الأكبر اللي هو غير علي زين العابدين، ومن أبناء الحسن عبد الله والقاسم وأبو بكر، ومن أبناء عقيل جعفر وعبد الله وعبد الرحمن وعبد الله بن مسلم ابن عقيل. ومسلم بن عقيل كان قد قتل بالكوفة لما مر معنا في الأحداث، لما دس له رجل يجلس في مجالسهم ويسمع من أخباره. ومن أولاد عبد الله بن جعفر عون ومحمد 18 رجلا كلهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا في هذه المعركة غير المتكافئة. عن أم سلمة قالت: كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم والحسين معي، فبكى الحسين فتركته، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: أتحبه يا محمد؟ فقال: نعم. قال: إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها، فأراه إياها فإذا الأرض يقال لها كربلاء. هذا الحديث ضعيف وله طرق، يعني كلها ضعيفة. وعن أم سلمة قالت: سمعت الجن تنوح على الحسين لما قتل. هذا مذكور في فضائل الصحابة وسنده صحيح. وأما ما روي من أن السماء صارت تمطر دما، أو أن الجدر لطخت بالدماء، أو ما يرفع حجر إلا ويوجد تحته دم، أو ما يذبحون جزورا إلا صار كله دما، فهذه كلها أكاذيب وترهات، وليس لها سند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد ممن عاصر الحادثة، وإنما هي أكاذيب تذكر لإثارة العواطف أو روايات بأسانيد منقطعة ممن لم يدرك الحادثة. وطبعا الشيعة لهم في ذلك قصص وحكايات وروايات، والأصل في ذلك أنهم يستدرون عواطف الناس تحت حجة مظلومية أهل البيت والظلم الواقع على أهل البيت، فيحركون الناس من خلال هذه المشاعر وتلكم العواطف. وهذا غير صحيح، فإن المسلم لا تحركه العاطفة، إنما يتحرك وفق منهج رباني. العواطف لابد أيضا أن تنضبط بالشرع، إن كان ثم عاطفة لابد أن ترتبط بالشرع، وإلا هناك موازين في مثل هذه الأمور، ألا وهي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن الإنسان متى اندفع وراء العاطفة لا يفلح، لا يفلح. نحن نتعلم، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، أن الأعمال منوطة بالأدلة الشرعية، وأن الإنسان لابد أن يملك نفسه، وأن العواطف لا تحرك، وأن الضابط في ذلك المصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد. وأن المسلم المتسنن لابد أن يضبط عواطفه ومشاعره وفق ما جاء في كتاب الله وما كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا
انظروا إلى العواطف اليوم أوقعت الأمة في مشكلات كثيرة. هؤلاء الذين يستحلون دماء المسلمين هذا من باب العاطفة. صحيح الإنسان يتألم لآلام المسلمين ويفجع لتلكم الحوادث من إراقة الدماء ومن استهتار الخلق بأرواح المسلمين وكذا وكذا، وهذه عاطفة جيشة وتحمد، لكن لا تحملك هذه العاطفة على فعل منكر أو جلب مفسدة يصعب دفعها أو يعجز الناس عن دفعها. فهؤلاء الذين يكفرون الناس ويخرجون عن الناس يقتلون ويكفرون ويفسقون ويبدعون، هؤلاء تحركهم العواطف دون النظر إلى أدلة شرعية، وثم دون النظر إلى المآلات، وهذا الكلام خطير ولا يجوز، وليس هذا من منهج أهل السنة والجماعة. وعن ابن عباس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه. قلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه، لم أزل أتتبعه منذ اليوم. هذا إسناده صحيح، وهذه الرواية صحيحة عن ابن عباس. قال عمار راوي ذلك الحديث: فحفظنا ذلك فوجدناه قتل ذلك اليوم. ابن عباس لم يكن في كربلاء، وإنما كان ابن عباس أين كان ابن عباس؟ ابن عباس مدينة. نعم، واضح. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نصف النهار في المنام. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى يقظة كما يقول بعض هؤلاء الجهال لكان أولى أن يراه ابن عباس، لا سيما هو عاصره ورآه وصاحبه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه، لم أزل أتتبعه منذ اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني. وابن عباس أعلم الناس بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رآني في المنام فقد رآني، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه، لكن من رآني في المنام فقد رآني هذا فيه دلالة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بعد موته يقظة، إذ لو كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لما كان هناك داعي من هذا الحديث. الأمر الآخر: من رآني في المنام فقد رآني، أي على هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كل من يأتي في المنام أو في رؤيا الإنسان يقول أنا النبي يكون هو النبي. أما حديث فإن الشيطان لا يتمثل صحيح، لكن لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. فمن رأى إنسانا حليقا مظهرا لبدعة أو فسق أو معصية أو كذا ثم يوحى إليه في الرؤيا أن هذا النبي، نقول له لا، غير صحيح. يعني من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحلق لحيته ومش عارف إيه، وهذا غير صحيح. فإن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها، لكن يتمثل في أي صورة أخرى، علشان حتى لا يتوهم إنسان أن هذه المسألة يعني مشكلة. لا أبدا، الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية الحقة، لكنه يتمثل في أي صورة أخرى. والذي أمر بقتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما هو عبيد الله بن زياد، ولكن لم يلبث هذا أن قتل. قتله المختار بن أبي عبيد انتقاما للحسين، وكان المختار ممن خذل مسلم بن عقيل. أن هذا نفس المختار هذا ممن خذل مسلم بن عقيل في أي مكان؟ في الكوفة، صحيح. فكان الحال بالنسبة لأهل الكوفة أنهم أرادوا أن ينتقموا من أنفسهم، لأنهم أولا خذلوا مسلم بن عقيل حتى قتل ولم يتحرك منهم أحد، وثانيا لما خرج الحسين لم يدافع أحد منهم عنه إلا ما كان من الحر بن يزيد التميمي ومن معه. أما أهل الكوفة فإنهم خذلوه، ولذلك تجدهم يضربون صدورهم ويفعلون ما يفعلون للتكفير عن تلك الخطيئة التي ارتكبها آباؤهم كما يزعمون.
حتى جيش المختار سمى نفسه جيش التوابين اعترافا منهم بتقصيرهم تجاه الحسين. وكان ظهور هذا الجيش بهذه الطريقة والتوابين كان أول بداية انحراف الشيعة، أو بداية ظهور التشيع المنحرف. وإلا من تشيع مناصرة لعلي وكذا وكذا كان مسمى فقط، كان التشيع مجرد مسمى أنهم من شيعة علي، ممن تشيعوا لعلي انحاز له أو انحاز للحسين، هذا الكلام بداية. ثم بدأ مفهوم التشيع من ذاك الوقت اللي هو الانحراف العقدي والمنهجي كمذهب يعني عقائدي وفقهي، كمذهب سياسي، هذا كمذهب سياسي بدأ. ثم بعد ذلك كمذهب عقائدي وفقهي، كل هذا بعد ذلك بكثير ألفت المؤلفات وصنفت الكتب وكذا 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 بعد ذلك. لا لا، كان المذهب العقائدي والفقهي ده تأخر، تقدم عليه المذهب، تقدم عليه التسمية، ثم بعد ذلك المذهب السياسي. واضح؟ نعم. عن عمارة بن عمير قال: لما جاء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه نضدت، أي صفت في المسجد في الرحبة، يقول: فانتهيت إليهم وهم يقولون: قد جاءت قد جاءت، فإذا حية قد جاءت تتخلل الرؤوس حتى دخلت في منخر عبيد الله بن زياد. سبحان الله. فمكثت هنيهة ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت، ثم قالوا: قد جاءت قد جاءت، فعلت ذلك مرتين أو ثلاث. هذا الحديث حسنه الترمذي، وعلى كل حال وقالوا هذا انتقام من الله تبارك وتعالى من هذا الرجل الذي ساهم مساهمة كبيرة في قتل الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن أبي رجاء العطاردي قال: لا تسبوا عليا ولا أهل هذا البيت، فإن جارا لنا من بلهجين قال: ألم تروا إلى هذا الفاسق، يقصد بذلك من؟ الحسين بن علي، قتله الله فرماه الله بكوكبين في عينيه فطمس الله بصره، والكوكب بياض يصيب العين وقد يذهب البصر. قبل أن نتعرف على قتلة الحسين دعونا نرجع سنوات قليلة إلى علي والحسين مع شيعتهما. علي رضي الله عنه يشتكي من شيعة أهل الكوفة، يقول علي رضي الله عنه، وهذا كلام يعني كلام في الحقيقة بليغ وفي نفس الوقت عجيب وغريب، يقول: ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها، يعني الأمم أصبحت تخاف ظلم مين؟ الحاكم أو الأمير أو الراعي. وأصبحت يعني هو أخاف ظلم رعيتي، استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا، وأسمعتكم فلم تسمعوا، ودعوتكم سرا وجهرا فلم تستجيبوا، ونصحت لكم فلم تقبلوا، أشهود كغياب وعبيد كأرباب، أتلو عليكم الحكم فتنفرون منها، وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرقون عنها، وأحثكم على جهاد أهل البغي فما آتي على آخر القول حتى أراكم متفرقين أيادي سبا، ترجعون إلى مجالسكم وتتخادعون عن مواعظكم. الله المستعان. هذا الكلام يقوله لمن؟ ها؟ اللي هم مين؟ شيعته. أقومكم غدوة وترجعون إلي عشية كظهر الحية، عجز المقوم وأعضل المقوم، أيها الشاهدة أبدانهم، الغائبة عقولهم، المختلفة أهواؤهم، المبتلى بهم أمراؤهم،
صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه، لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، فأخذ مني 10 منكم وأعطاني رجلا منهم. يا أهل الكوفة، منيت منكم 32، صم ذو أسماء وبكم ذو كلام وعمي ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء. تربت أيديكم يا أشباه الإبل، غاب عنها رعاتها، كلما جمعت من جانب تفرقت من جانب آخر. هذا وصف عجيب لمكان وما حدث. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل اتهموه والعياذ بالله بالكذب. روى الشريف الرضي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: أما بعد، يا أهل العراق، فإنما أنتم كالمرأة الحامل، حملت فلما أتمت أقلصت، ومات قيمها وطال تأيمها ورثها أبعدها. أما والله ما أتيتكم اختيارا، ولكن جئت إليكم سوقا، ولقد بلغني أنكم تقولون علي يكذب، قاتلكم الله فعلى من أكذب. جئت إليكم سوقا، يعني كأنه مدفوع غصبا عنه. وقال أيضا: قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحا أو قيحا، وشحنتم صدري غيظا، وجرعتموني نغبة تهمام أنفاسا، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان. هذا الكلام كله لمن يا إخوان؟ للشيعة. ذاك الوقت كان الشيعة مذهب سياسي. مهم جدا نعرف تطور هذا الأمر. الشيعة بدأت مشايعة علي، مناصرته والانحياز له، ثم بعد ذلك أصبحت مذهب سياسي، ثم صارت بعد ذلك مذهب عقائدي وفقهي ومنهجي. الحسن بن علي قال رضي الله: أرى والله مع معاوية خيرا لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي وأخذوا مالي. والله لئن أخذ مني معاوية عهدا أحقن به دمي وأؤمن به في أهلي خير من أن يقتلوني، فيضيع أهل بيتي وأهلي، ولو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعونني إليه سلما أو سلما. هذا الكلام يقوله عن شيعته، وليس اتهاما، ولكنه وصف دقيق لمن عاين وعاشر وفهم طبيعة هؤلاء الناس. أنه يقول أن معاوية خير لي منكم أنتم، وأنتم تسمون أنفسكم شيعتي، أنتم أردتم قتلي وانتهبتم متاعي وأخذتم مالي، والله إن أخذ مني معاوية عهدا أحقن به دمي وأؤمن به في أهلي خير من يقتلوني. يقول: ولو قاتلت معاوية، ورضي الله عنه، الحسن يقول رضي الله عنه: ولو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي، أول ناس حيتخلوا عني من؟ أنتم، مكلم الشيعة، حتى يدفعونني إليه سلما. وقال أيضا لشيعته: يا أهل العراق، إنه سخي بنفسي عنكم 3، يعني صدني عنكم 3 أمور: قتلكم أبي، وطعنكم إياي، وانتهابكم متاعي. يعني هذا الكلام لمن؟ هذا الكلام حتى الآن يوجد في مصادر الشيعة، يوجد في مصادر الكلام في مصادر الشيعة، لأن هذا الكلام كله معظمه من نهج البلاغة، ومصادرهم موجودة معروفة فيها نفس الكلام. غدر أهل الكوفة وكونهم قتلة الحسين. لقد نصح محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بن الحنفية أخاه الحسين رضي الله عنه قائلا له: يا أخي، إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، وقد خفت أن يكون حالك كحال من مضى. لا حول،
وقال الشاعر المعروف بالفرزدق للحسين رضي الله عنه عندما سأله عن شيعته الذين هو بصدد القدوم إليهم، لما الفرزدق لقى قابل الحسين قال من أين جئت يا فرزدق؟ قال من العراق. قال وكيف أحوال الناس هناك؟ كانت الرسائل وصلت الحسين، أدركنا كذا نبايعك، الناس تريد أن يقدم عليه الحسين. فلما كان ماذا حدث؟ فبقول له كيف أحوال الناس هناك؟ قال قلوبهم معك وأسيافهم عليك، والأمر ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء. فقال الحسين صدقت، لله الأمر وكل يوم هو في شأن، فإن نزل القضاء بما نحب ونرضى فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يبعد من مكان الحق نيته والتقوى سريرته. وعندما خاطبهم الحسين رضي الله عنه أشار إلى سابقتهم وفعلتهم مع أبيه وأخيه في خطاب منه، فقال وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتي من أعناقكم فلعمري ما هي لكم بنكر، لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلم، والمغرور من اغتر بكم. الله المستعان. هذا الكلام، كل الكلام ده من مصادر الشيعة يا أخواني، خلي بالك. ماشي. علي بن الحسين المعروف بزين العابدين قال موبخا شيعته الذين خذلوا أباه وقتلوا قائلا أيها الناس نشدتكم بالله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلي إلى أبي وخدعتموه وعطيتموه العهد والميثاق والبيعة وقتلتموه وخذلتموه، فتبا لما قدمتم لأنفسكم وسوءة لرأيكم، بأية عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي. الله. فارتفعت أصوات النساء بالبكاء من كل ناحية، وقال بعضهم لبعض هلكتم وما تعلمون. فقال عليه السلام رحم الله امرأ قبل نصيحتي وحفظ وصيتي في الله ورسوله وأهل بيته، فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة. فقالوا بأجمعهم نحن كلنا سامعون مطيعون حافظون لذمامك غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك، فمرنا بأمرك يرحمك الله، فإن حرب لحربك وسلم لسلمك، لنأخذن يزيد ونبرأ ممن ظلمك وظلمنا. فقال هيهات هيهات أيها الغدرة المكرة، حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم آبائي من قبل؟ كلا ورب الراقصات، فإن الجرح لما يندمل، قتل أبي بالأمس وأهل بيته معه، ولم ينسني ثكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، وثكل أبي وبني أبي ووجده بين لهاتي وممارته بين حناجري وحلقي، وغصته تجري في فراش صدري. هذا الكلام كلام الطبرس النوري وابن طاووس في كتاب الملهوف، وفي كل هذا الكلام من كلام الشيعة. رب الراقصات ما معناها؟ الإبل يعني، الإبل. وعندما مر الإمام زين العابدين رضي الله عنه وقد رأى أهل الكوفة ينوحون ويبكون ضجرا قرا، تنوحون وتبكون من أجلنا، فمن الذي قتلنا؟ أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما قالت يا أهل الكوفة سوءة لكم، ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه وانتهبتم أمواله وورثتموه وسبيتم نساءه ونكبتموه، فتبا لكم وسحقا لكم، أي دواه دهتكم وأي وزر على ظهوركم حملتم وأي دماء سفكتموها وأي كريمة أصبتموها وأي صبية سلبتموها وأي أموال انتهبتموها، قتلتم خير رجالات بعد النبي صلى الله عليه وسلم وآله، ونزعت الرحمة من قلوبكم. زينب بنت علي قالت وهي تخاطب الجمع الذي استقبلها بالبكاء والعويل أتبكون وتنتحبون؟ أي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا، وأن ترحضون قتل سليل خاتم النبوة. وفي رواية أنها أطلت برأسها من المحمل وقالت لها الكوفة صح يا أهل الكوفة، تقتلنا رجالكم وتبكين نساؤكم، فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء.
هذا أيضا جواد محدثي. وقد أدت كل هذه الأسباب إلى أن يعاني منهم الإمام علي. هذا الكلام ده كلام يعني هذا كلام كبار الشيعة من فقهائهم وعلمائهم. وقد عاين أو يعاين منهم الإمام علي الأمرين، وواجه الإمام الحسين منهم الغدر، وقتل بينهم مسلم وابن عقيل مظلوما، وقتل الحسين عطشانا في كربلاء قرب الكوفة وعلى يدي جيش الكوفة. قال حسين الكوراني: قال أهل الكوفة لم يكتفوا بالتفرق عن الإمام الحسين، بل انتقلوا نتيجة تلون مواقفهم إلى موقف ثالث، وهو أنهم بدأوا يسارعون بالخروج إلى كربلاء وحرب الإمام الحسين. وفي كربلاء كانوا يتسابقون إلى تسجيل المواقف التي ترضي الشيطان وتغضب الرحمن. وقال أيضا: ونجد موقفا آخر يدل على نفاق أهل الكوفة، يأتي عبد الله بن حوزة التميمي يقف أمام الإمام الحسين ويصيح: أفيكم حسين؟ وهذا من أهل الكوفة، وكان بالأمس من شيعة علي، ومن الممكن أن يكون من الذين كتبوا الإمام أو من جماعة شبث وغير الذين كتبوه وأرسلوا له الرسائل. ثم يقول: يا حسين أبشر بالنار. هذا موقف عجيب. الكلام ده كله كلام مين؟ الشيعة. عن من؟ عن الشيعة. كلام الشيعة عن الشيعة. ازاي يعني الكلام ده كله ده أدلة عليهم؟ ازاي يذكروا الحاجات دي؟ موجودة. موجودة في كتبي. مرتضى المطهري قال: مرتضى المطهري: ولا ريب في أن الكوفة كانوا من شيعة علي، وأن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته. وقال أيضا: فنحن سبق أن أثبتنا أن هذه القصة مهمة من هذه الناحية، وقلنا أيضا بأن مقتل الحسين على يد المسلمين بل على يد الشيعة بعد مضي 50 عاما فقط على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر محير ولغز عجيب وملفت للغاية. والذي أمر بقتل الحسين وفرح به عبيد الله بن زياد، والذي باشر قتل الحسين شامر بن ذي الجوشن وسنان بن أنس النخعي، وهؤلاء ثلاثتهم كانوا من شيعة علي ومن ضمن جيشه في صفين. كاظم الإحساء النجفي قال: إن الجيش الذي خرج لحرب الإمام الحسين عليه السلام 300,000 كلهم من أهل الكوفة، ليس فيهم شامي ولا حجازي ولا هندي ولا باكستاني ولا سوداني ولا مصري ولا إفريقي ولا أفريقي، بل كلهم من أهل الكوفة قد تجمعوا من قبائل شتى. حسين بن أحمد البراقي النجفي قال القزويني: ومما نقم على أهل الكوفة أنهم طعنوا الحسن بن علي عليهما السلام وقتلوا الحسين بعد أن استدعوه. محسن الأمين قال: ثم بايع الحسين من أهل العراق 20,000 غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم فقتلوه. من باشر قتل الحسين؟ المشهور في كتب أهل السير والتراجم أن الذي باشر قتل الحسين رجلان، هما سنان بن أنس النخعي وشامر بن ذي الجوشن، والذي تولى كبره هو عبيد الله بن زياد، وعبيد الله وشامر كان من شيعة علي. عبيد الله بن زياد ذكر الطوسي في كتابه في الرجال وعده من أصحاب علي. الطوسي في كتاب اسمه رجال الطوسي ذكر في كتابه الرجال أن عبيد الله بن زياد من أصحاب من؟ علي. شامر بن ذي الجوشن قال النمازي الشهرودي عن شامر: وكان يوم صفين في جيش أمير المؤمنين عليه السلام. موقف الناس من قتل الحسين. لا شك ولا ريب أن مقتل الحسين رضي الله عنه كان من المصائب العظيمة التي أصيب بها المسلمون، فلم يكن على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره، وقد قتل مظلوما رضي الله عنه وعن أهل بيته، وقتله بالنسبة لأهل الأرض من المسلمين مصيبة، وفي حقه شهادة وكرامة ورفع درجة وقربة من الله، حيث اختاره للآخرة ولجنات النعيم بدل هذه الدنيا الكدرة. ونحن نقول: ليته لم يخرج، ولذلك نهاه أكابر الصحابة في ذلك الوقت، بل
بهذا الخروج نال أولئك الظلمة الطغاة من صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا، وكان في قتله من الفساد الذي ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده، ولكنه أمر الله تبارك وتعالى، ما قدر الله تبارك وتعالى كان ولو لم يشأ الناس. وقتل الحسين ليس بأعظم من قتل الأنبياء، وقد قدم رأس يحيى بن زكريا صلوات الله وسلامه عليه مهرا لبغي، وقتل زكريا، وكذلك قتل عمر وعثمان وعلي، وهؤلاء كلهم أفضل من الحسين رضي الله عنهم. فلذلك لا يجوز للإنسان إذا تذكر مقتل الحسين أن يقوم باللطم والشق وما شابه ذلك، بل كل هذا منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة التي تصيح والحالقة التي تحلق شعرها والشاقة التي تشق ثيابها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن النائحة إذا لم تتب فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. فالواجب على المسلم إذا جاءت أمثال هذه المصائب أن يقول كما قال الله تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الناس في قتل الحسين على ثلاث طوائف: الأولى يرون أن الحسين قتل بحق، وأنه كان خارجا على الإمام وأراد أن يشق عصا المسلمين، وقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. والحسين أراد أن يفرق جماعة المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كائنا من كان اقتلوه، فكان قتله صحيحا. وهذا قول الناصبة الذين يبغضون الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه. الناصبة هم الذين نصبوا عليا وأهل بيته العداء. الطائفة الثانية قالوا: هو الإمام الذي تجب طاعته، وكان يجب أن يسلم إليه الأمر، وهو قول الشيعة. واضح؟ الطائفة الثالثة وهم أهل السنة والجماعة قالوا: قتل مظلوما ولم يكن متوليا للأمر، أي لم يكن إماما، ولا قتل خارجيا رضي الله عنه، بل قتل مظلوما شهيدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وذلك أنه أراد الرجوع أو الذهاب إلى يزيد في الشام، ولكنهم منعوه حتى يستأسر لابن زياد. بدعتان محدثتان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بعد مقتل الحسين أحدث الناس بدعتين. الأولى بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراثي، وما يفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنتهم وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب حتى يسب السابقون الأولون، وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب. وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة، وإلا فما معنى أن تعاد هذه الذكرى في كل عام مع إسالة الدماء وتعظيم الماضي والتعلق به والالتصاق بالقبور. الثانية بدعة الفرح والسرور وتوزيع الحلوى والتوسعة على الأهل يوم مقتل الحسين، وكانت الكوفة بها قوم من المنتصرين لآل البيت، وكان رأسهم المختار بن أبي عبيد المتنبي الكذاب، وقوم من المبغضين لآل البيت ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي. ولا ترد البدعة بالبدعة، بل ترد بإقامة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموافقة لقول الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.